يبقى جزء سابع، بما انه انا شايفة انه بما انه الجزء السادس محققش النجاح الكبير قوي قوي، فليه نعمل جزء سابع يعني؟ خلاص. بس ستيل هو الله اعلم، ممكن الجزء السابع يتعمل ويبقى احلى وينجح يعني، ما حدش عارف. وممكن يكون في ناس اكيد هم طالما فكروا في ده ففي جمهور او في ناس عايزه تشوف المسلسل. وفعلا زي ما بقول لك، في ناس بقى من الوطن العربي مش من مصر كتير يقولوا لي يشيدوا بالمسلسل ويحبوه يعني، وفي ناس برضو في مصر كده. بس انا شايفه انه خلاص بالنسبه لي يعني، احب دايما التجديد يعني، احب اقدم حاجه جديده خالص يعني. عملت ده عملت ده خلاص يعني، اعمل حاجه تانية. هل كان عندك وقت في موضوع تشوفي مسلسلات تانية او زمايل مقاطير المسلسلات دي؟ لا كنت بحاول، والوقت طبعا كان مضغوط شويه عشان كنت بصور وفضلت اصور لغايه 27 رمضان يعني، فكان صعب شويه، بس كنت بتفرج شويه على اعمال. والله انا شايفه افراح القبه مثلا عمل على المستوى الفني عالي جدا جدا يعني. انا شايفه ان ده حتى مسلسل كان لازم يكون فيلم سينما يعني، خساره يعني انه في حاجات كده زي افراح القبه. زي زمان لما حصل لي نفس الاحساس ده واحنا بنعمل سجن النساء، كنت حاسه ان احنا يا ريت كنا عملناه فيلم، كان اكيد هيشارك في مهرجانات مهمه وممكن يحصل على جوائز مهمه، لانه فيلم يعني كان هيبقى مهم. خساره المسلسل ده. اوكي يعني هو كمسلسل تلفزيون حلو، ولكن برضو يعني مثلا مسلسل ذات برضو يعني، من في حاجات كده علامات تحس ان هي عاليه فنيا اعلى من مستوى التلفزيون يعني، من مستوى يعني انها تبقى مجرد مسلسل، مش تقليلا من مسلسل، ولكن لان السينما بتعيش اكتر، وان نقدر نقول عندنا مخرجين مهمين زي محمد ياسين وزي كامل ابو ذكري وزي يعني دول، نقدر يعني يقدروا ينافسوا بره، ونقدر نوري السينما بتاعتنا المصريه او العربيه بشكل، والفنانين بتوعنا وكده. ففي مواضيع كمان انا بحسها مواضيع سينمائيه اكتر يعني. موضوع افراح القبه هو حلو جدا كمسلسل، بس هو ممكن يكون سينمائي كمان اكتر، لانه مش كل الجمهور العادي بيستوعبه او بيفهم كل ابعاده يعني. هو الموضوع نخبوي شويه للمثقفين شويه، ولكن طبعا يعني احيي العمل حتى على المستوى البصري يعني، الصوره والملابس والديكور وكل حاجه فيه بصراحه كانت متميزه. وبرضو في جراند اوتيل كان متميز جدا، كان كمان يعني، وانا شايفه ان هو الفريق ده يعني برضو كانوا عاملين طريقي السنه اللي فاتت، انا بشوفه من احلى المسلسلات، يمكن شويه ظلم يعني، ولكن هو كان مسلسل برضو حلو. في ناس كتير عامله مجهود، انا ما بحبش اقول حاجه. يسرى طبعا كانت عالميه السنه دي فوق مستوى الشبهات، كان مسلسل حلو، وهي كانت يعني جبارة يعني. اللي هو أنا بحس إن يسرا دايما هي شوية الممثلة اللي ممكن تكون يعني قدوة للممثلات، إن هي بتجدد من نفسها، وعمرنا ما بنقول هي خلاص خلص ادت كل اللي عندها يعني. هي بقى لها سنين نجمة كبيرة جدا وبتحافظ على مكانتها، وحتى لو مثلا عملت عمل ما نجحش قوي او كده بترجع اقوى وبتفاجئنا يعني. فانا بشوف يعني ما شاء الله، يا ريت نبقى في ربع قدرتها على الاستمرار بالنجوميه، وعلى ان هي مخزونها حتى كممثله ما يخلصش، رغم انها عملت ادوار كتير مختلفه، وبرده عندها القدره انها تعمل مواضيع جديده وتقدم حاجات مختلفه. فطبعا شابو. مش عارفه اقول ايه تاني انا كده يعني، ممكن الناس. انا بصراحه كنت بتفرج على نيلي وشريهان لانه عمل لطيف، وانا كنت محتاجه كوميدي قوي قوي، فاللي هو بقعد ادور فين نيلي وشريهان، انا عايزه اضحك عايزه اشوف حاجه خفيفه. هما طبعا يعني عندهم موروث كده، الجينات فيها يعني حس كوميدي يعني، بلس انه هما بعيدا والله عن يعني هما اصدقاء يعني ليا، بس انا شايفه انه يمكن الاعمال الكوميدي ما كانتش كتير يعني، كانت قليله، والاعمال الكوميدي اللي فيها مستوى حلو نقدر نتفرج عليه يعني كانت برضو مش كتير. ويمكن ما بعرفش انا عشان مع زحمه رمضان مش عارفه كل الاعمال بتتعرض فين امتى،
فلقيت العمل ده بيجي في وقت لطيف بعد الفطار، فكنت بتفرج عليه بصراحه خفيف ومودرن يعني، وما فيهوش وكوميديا بتاعته راقيه يعني مش فا وكنت ببص على حاجات كتير تانية والله يعني. الميزان فيه شغل معمول كويس قوي، غاده برضو انا حتى لما شفتها قلت لها انت يعني مختلفه السنه دي، يعني اتفاجئت انه يعني ان غاده عامله الدور بالشكل ده يعني بشكل حلو. وكل طبعا هو احمد خالد برضو من المخرجين الكويسين، انا اشتغلت معاه السنه اللي فاتت في بعد البدايه، فعارفه انه مخرج شاطر يعني، كان بالنسبه لي من المسلسلات اللي هتبقى خطر يعني، فيها منافسه بيننا وبينهم كده دايما كده يعني. حتى لما جم سي بي سي مثلا عملوا حفله، عملوا الميزان والخروج مع بعض، تحس ان احنا المسلسلين اللي شبه بعض شويه اللي قريبين من بعض، واحنا اصدقاء يعني فريق عمل المسلسلين يعني. ايه تاني والله يعني بقيت الحاجات انا مش عايز يعني، مثلا مسلسل استاذ عادل امام كنت احيانا اتفرج عليه برضو، ما شفتش كل الحلقات، ولكن انا يمكن اكتر مشهد اثر فيا السنه دي مشهد وفاته في الاخر، يعني انا دلوقتي بتكلم عنه حاسه ان هعيط. المشهد كان يعني انا بتفرج مش كنت بقلب كده بشوف الحلقات الاخيره الناس عامله ايه، فلقيت هو بصوته يعني، عشان ده كمان في حاجات تدل ان مفيش نجاح بيجي من فراغ، لما يكون ممثل بصوته فقط موصل لي احساس ومؤثر فيا بالشكل ده وانا مش شايفاه، انا سامعه بس كلام هو بيقوله، طبعا مع مشهد الوفاء، وان احنا ده عادل امام بالنسبه لنا برضو يعني اللي متربيين عليه يعني، فيعني اثر فيا جدا، لان انا يعني عشت تجربه وفاه الاب وعارفه قد ايه بتوجع وقد ايه صعبه، فكان يعني عياط بقى يعني، عيطت عليه اكتر ما عيطت على نفسي لما مت في الخروج. وبعدين اخر يوم رمضان مش عارفين نعيط على مين ولا مين يعني، بجد يعني مش ممكن، داخلين العيد بحزن شديد يعني، فالموضوع ما كانش سهل، بس طبعا ده كان من المشاهد المؤثرة جدا. مش عارفة يعني افتكر ايه تاني يعني، انا عادة ما بردش على السؤال ده على فكرة، اول مرة ارد عليه يعني طول رمضان، كل ما تسئل في كل الانترفيوز اللي عملتها بقول لهم انا مش هتكلم عن حد عشان ما يبقاش في حد بيزعل مني، واتكلم عن عمل واسيب عمل وحد بيزعل، لان ناس كتير صحابي وناس كتير، وفي مسلسلات على فكرة انا عارفة ان هي مثلا نجحت مع ناس بس انا ما شفتهاش، فما اقدرش يعني، عارفة ان القيصر نجح وليه جمهور وكده، بس انا ما يعني ما عرفتش اتفرج عليه، في حاجات كده يعني. تمام. طيب علاقتك